بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. النهارده هناخد درس تتول بعض احكام التجويد. اول حكم هو حكم الاظهار. الاظهار انك انت تنطق النون الساكنه او تنطق التنوين نطق واضح، تمام؟ طيب لو جه ورا النون الساكنه او ورا التنوين الحروف اللي انا هقولها دي، يبقى ساعتها تنطق نون كامله وتنطق او يعني واضحه وتنطق كمان التنوين واضح، تمام؟ نعرف حروف الاظهار ايه. تمام، حروف الاظهار هي الالف والهمزه. الالف والايه؟ والهمزه. يبقى الف والهمزه والعين بعد العين ايه؟ غين، تمام؟ والحاء والخاء، تمام؟ نعرفهم كده، دول حروف الاظهار. حروف الايه؟ الاظهار. يعني هنا مثلا رسول امين، فهنا هننطق النون بتاعه التنوين واضحه، يبقى ده من حروف الاظهار، تمام؟ هنا كلمه الهاء هنا شايفين بعد التنوين برضو هننطق التنوين هنا، وهكذا. يبقى لما نلاقي حرف العين بعد التنوين هننطق التنوين، خلاص؟ برضو نفس الشيء، من اخيه بنطق النون واضحه وظاهره. فهمنا كده احكام النون والتنوين في الاظهار. طيب في الحكم الثاني عندنا الادغام. الادغام ايه هو؟ الادغام عندنا نوعين، ادغام بغنه وادغام بغير ايه؟ غنه، تمام؟ طيب الادغام هو النطق بحرفين، خلاص، انك انت تنطق الحرفين كانهم حرف واحد، فانت بتدخل الاول في الثاني، بتدخل الحرف الاول في الحرف الايه؟ الثاني، فبتنطق الثاني كانه حرف مشدد وانت الثاني. طيب حروف الادغام عامه هي مجموعه في كلمه يرملون، مجموعه في كلمه ايه؟ يرملون. جزء من الحروف دي هنلاقيها بغنه وجزء ايه؟ بغير غنه، تمام؟ الادغام اللي بغنه مجموعين في كلمه ينمو، يعني بعد النون الساكنه والتنوين لو جه ي او نون او ميم او واو، ساعتها هنعمل ادغام بايه؟ بغنه، تمام كده؟ اما الادغام بغير غنه هو مجموعين في كلمه رل، الراء واللام اللي فاضله من يرملون، تمام؟ احنا خدنا ينمو فاضل راء، خلاص؟ دي بيبقى فيه ادغام بغير غنه. طيب الغنه انك انت كانك بتقف على النون الساكنه او بتغنها، يعني كانك بتقف عليها شويه، خلاص؟ فيعني بيطول في النون بتاعتهم شويه. تعالوا ناخد امثله سريعا. بصوا كده، هنا كلمه من يعمل، تمام؟ انا عايزه ادغمها، فانا هعمل ايه؟ من يعمل. بص انا هنطق حرف الايه ومش هنطق حرف النون، هدغمه يعني هدخله في الايه؟ في الايه. فهيبقى ايه؟ من، وادوس وادوس كده بغنه، ان انا ادوس اطول في الايه شويه، يبقى كده بغنه من يعمل، تمام؟ ده كده في النون الساكنه. طب التنوين يوم، ها؟ يومئذ، دي النون دي هدخلها في الايه؟ يومئذ، ايزي النون دخلتها في الايه؟ ايزي. يبقى انا دوست على الايه دي، يبقى كده ادغمت بتاعه الايه؟ التنوين دي، ونطقت الايه؟ الايه، ودوست عليها، يبقى كده انا ادغمت بغنه، خلاص؟ طب تعالوا ناخد مثال للادغام بغير غنه اللي هو الراء واللام، تمام؟ هنا لان لم، بعد النون جه حرف الايه؟ اللام. تعالوا نشوفوها لما، يبقى من غير غنه، لان، لان لم، لان لم، سامعين؟ يبقى انا لغيت النون ونطقت اللام، خلاص. هنا برضو ما لن، المفروض اقول ما لن، هتبقى ايه؟ ما لن لبدا، يبقى انا نطقت اللام وادغمت الايه؟ التنوين ما نطقتهوش، تمام؟ بس من غير ايه؟ من غير غنه، يعني الغنه انك بتدوس شويه على الايه؟ على الحرف الثاني، تمام؟ الحكم الثالث عندنا هو حكم الاقلاب، وده اسهل واحد تحت فيهم، تمام؟ الاقلاب انك انت هتقلب النون، الاقلاب هو قلب حرف النون الساكنه او تنوين ميم، هنقلبها ميم ازاي؟ بس امتى نقلبها ميم؟ لو جه بعديها حرف الباء، تمام؟ مع بقاء الغنه، ان احنا هنغنها شويه. بصوا كده، هنا مثلا عليم بذات، انا كده نطقت النون هنا، فهننطقها ازاي؟ عليم، المفروض نون صح؟ هنقلبها لميم، يبقى عليم، عليم ب، خلاص؟ يبقى ميم ب، خلاص، عليم بذات، خلاص، يبقى كده انا قلبتها ميم. برضو هنا في كلمه ينبت المفروض اقولها نون، تمام؟ فانا هقلب علشان بعد النون دي اللي بعديها ب، فحاول ايه؟ يو، ها؟ يم، كان النون دي بقت ميم، هقلبها ميم، ينبت واغنها، تمام كده؟ نفس الحكايه من بعد، خلاص؟ رابع حكم هو حكم الاخفاء، والاخفاء هو نطق، خلاص، الحرف هتنطقه، النطق بالحرف، هو النطق بالحرف نطقا بين الاظهار والادغام مع بقاء الغنه، يعني بين الاظهار وبين الايه؟ الادغام، تمام؟ طيب حكم الاخفاء ده، حكم الاخفاء هيكون ايه؟ قال لك هيكون برضو بعد النون الساكنه والتنوين، وبيكون في الحروف اللي ما جاتش في الاظهار والادغام، خلاص؟ يبقى هو 15 حرف، الاخفاء ده 15 حرف، بس احنا مش هنحفظهم، احنا عرفنا خلاص حروف الاظهار هنحفظها، حروف الادغام هنحفظها، خلاص؟ الاخفاء بقى ان هم مش اظهار ولا ادغام، اتفقنا؟ يبقى لو مش ادغام ولا اظهار ولا اقلاب بعد النون الساكنه والتنوين، يبقى هو اخفاء، اتفقنا؟ بس كده، من نجاح وتوفيق، والسلام عليكم ورحمه الله.